الدنيا مصطفى بقول لك الدنيا خربانه. انا شايف مناظر غريبه. الراجل ده مش تقريبا واقف بالصوره موجود هنا في الجزء الثاني الشباب واتكلم معاهم وجمعهم ولما كانوا فيهم انا ما خدتش بالي غير لما شفت العيال هما بيضربوهم في امين شرطه من اسم يا ابني اللي جم ضربوا من هنا دول البلطجيه اللي نزلوا بس قصر النيل واللي مسلطوا بقى مش اسمه عادل ظابط بيدرع بايديه ماسك في ايده سيفين بيخبط بيهم يقول لنا يا اولاد العاهره دي بالكلمه البطيئه بالكلمه العاديه بتاعتنا شفت عملوا فينا ايه اللي حصل بالظبط ان الناس الثوار قاعدين تحايل عليهم الراحه بالهدف يا جماعه طلعوا بره الصينيه مش عايزين مع البياعين ما رضيوش البياعين يطلعوا بره الصينيه سابوهم وراحوا الناحيه الثانيه عند مجمع التحرير ماشي سابوا الناحيه الثانيه دول الثوار بياخدوا حقهم بس يا عم احنا تبع الثوار سابوهم راحوا الناحيه الثانيه عند مجمع التحرير برضه راحوا لهم عند المجمع هو ما ينفعش نقول الشباب الثوره مع بعض الكبارين ولا بعض البياعين شباب الثوره مع البياعين هم اثنين الثوره مع البياعين بس الثوره مع البياعين وبص مولعين نار هناكم والبياعين هم اللي عاملين في الدنيا البياعين هم اللي عاملين هم اللي مولعين في الدنيا كده شوف الناس تعال شوف الشيوخ تعال شوف الخساوسه اللي اتضربوا الخساوسه والشيوخ شفتوا مننا حاجه شفتوا مش عارف يا اهالي مش